بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الدروس المستفادة من خلال ذلك المقطع الذي كنا تعرضنا له من سورة آل عمران، وآخر ما تكلمنا عنه من تلك الدروس أنه لا هزيمة نفسية مهما كانت قسوة الأحداث، وأن المؤمن بيستعلي بإيمانه على هذه الأمور كما بيّن لنا ربنا سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى نقول مع قسوة الأحداث ومع مرارة الأحداث، ولكن لا يصاب المسلم لا بإحباط ولا بهزيمة نفسية، ونقول إن الدافع إلى ذلك هو الإيمان الذي تمكن في قلبه، الذي تمكن من قلبه استعلاء الإيمان. يبقى يستعلي بإيمانه على هذه الأمور وبيستعين برب سبحانه وتعالى على التحمل. قلنا لأن المسلم يعلم طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وكما أيضا بينا هذه الرؤية الواضحة بالنسبة للمسلم، و كذلك معرفة طبيعة الحياة، وأن الحياة ما هي إلا ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. يبقى نقول قد يكون في فترة زمنية أهل الباطل لهم الظهور على أهل الحق، ولكن نقول أن أهل الحق يعلمون أن العاقبة للمتقين، وأن ذلك الأمر لا يدوم بأي حال من الأحوال، أن الله سبحانه وتعالى قضى أن تكون العاقبة للمتقين. ولذلك كما يقول ربنا سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى استعلاء الإيمان، فلا يصاب لا بإحباط ولا بهزيمة نفسية مهما كانت قسوة الأحداث. كل ما في المسألة تتم المراجعة ويتم النظر مرة ثانية في شؤونه الداخلية لكي يصلح ما كان بسببه تم سيطرة الكفار أو تسلط الكفار على المسلمين. ثم كذلك أيضا من ضمن هذه الدروس الوقوف على حكمة الابتلاء، فلا يمر علينا الابتلاء إلا وقد تم من خلاله الرقي والتمحيص. يبقى الرضا والتمحيص، إلا وقد تم من خلال الرضا والتمحيص. يبقى بنقف على الحكمة على الابتلاء، فلا يمر علينا الابتلاء إلا وقد نقول تم من خلاله الرضا والتمحيص كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وأن المسألة نقول في مسألة الابتلاء يبقى يمحص به ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا، وكذلك أيضا بنتعلم الحكمة من الابتلاء، وبيرضى العبد على مقدور الرب سبحانه وتعالى حتى لو كان مرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أن أصول الإيمان التي لابد أن تعقد في قلب المؤمن منها الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر حلوه ومره. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أن الصفوف لا تميز إلا من خلال الفتن والابتلاءات، ومن خلالها نقول أن العبد بيزن ما عليه من إيمان، ولا سبيل لإظهار هذا الإيمان الكامل في القلب إلا من خلال ما يتعرض له الإنسان من فتن وابتلاءات. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب،
قلنا السبيل إلى ذلك هو بهذه الابتلاءات والفتن التي قدرها الله عز وجل على العباد. يبقى مش عبارة عن ابتلاء بمر على الإنسان ثم ذهب ورحل ذلك الابتلاء، لكن حيظهر العبد المؤمن الرضا الرب سبحانه وتعالى من خلال ما قدر وقضى، وكذلك يتعلم كيف يتعامل مع الابتلاء. وفي الابتلاء منح ورحمات من الله تبارك وتعالى. يبقى لذلك كما قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى الحكمة بالابتلاء يبقى فيها تمحيص تكفير لسيئات الإنسان، كذلك إظهار الرضا، ولا سبيل إلى إخراج ما بداخل الإنسان من إيمان أو إظهاره إلا عن طريق الابتلاءات. يبقى لما بيبتلى الإنسان يبقى يعلم أن هناك حكمة من وراء ذلك الابتلاء، فيظهر الرضا عن ربي سبحانه وتعالى، وكذلك يعلم أنه لا سبيل إلى تمييز الصفوف إلا من خلال هذه الابتلاءات. كذلك أيضا من الدروس المستفادة المعاينة غير الخبر، المعاينة غير الخبر. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. المعاينة غير الخبر، نقول في حال العافية وفي حال السعة نقول يعني قد يتمنى الإنسان يعني هذه الأماني، ولكن عند المعاينة يبقى نقول الأمر يختلف تماما، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك التباين بين المعاينة والخبر: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يبقى متى يكون الغزوة، متى يكون يعني الملاقاة مع العدو، ولكن نقول لا يأمن الإنسان على نفسه، قد تكون هذه فتنة قاسمة للإنسان. ولذلك قال: لا تتمنوا لقاء العدو، ما تتمنوش لقاء العدو، وسألوا الله العافية، يبقى في سعة عافية، ولكن إذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وكفى ببريق السيف فتنة، وكفى ببريق السيف فتنة. يبقى ولذلك كما قال ربنا سبحانه: وقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يبقى نقول المعاينة غير الخبر، المعاينة غير الخبر. لذلك يعني نقول الإنسان يعني قد يعزم على أمر ما، ولكن عند الاحتكاك، عند بقى وجود الحدث، قد تحدث زعزعة أو زلزلة داخل ذلك الإنسان. لذلك العلماء يتكلمون عن العزم على فعل شيء والوفاء بالعزم. يبقى نقول يعزم الإنسان على فعل شيء، ولكن الوفاء بالعزم. ولذلك يبقى أنس بن النضر رضي الله عنه معلوم كان ممن تخلف عن غزوة بدر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يعاتب من تخلف، قلنا لأن الأمر لم يكن على سبيل العزم، ويتمنى أن يكون لقاء بينهم وبين الكفار يعني حتى يعني يدافع عن دين ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده كان عزم، وبالتالي لما كان في غزوة أحد فعلى ذلك نقول كان صادقا في ذلك العزم، وبالتالي وفى بذلك العزم، نعم، ولم يرجع قاقرة أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإلا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن طائفة يبقى نقول لما أحيط بهم يبقى عند ذلك دعوا ربهم سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، لو أنجاهم الله عز وجل من ذلك الكرب وهذه الشدة لا يكونوا على سبيل ربهم سبحانه وتعالى المستقيم، ولكن لما أنجاهم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يبقى نقول على ذلك يبقى كان عزم ودعا الرب سبحانه وتعالى وأخلص بذلك الدعاء، ونقول إن هو عاهد الرب المعبود سبحانه وتعالى، لو كتب الله عز وجل له النجاة من ذلك الكرب لا يكونن من حاله كذا وكذا، ولكن لما نجاه ربنا سبحانه وتعالى يبقى نقول عاد
إلى سيرته الأولى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك يزين المسرفين ما كانوا يعملون. يبقى انظر كده الإنسان حال الشدة حال الكرب ممكن يدعو ربه سبحانه وتعالى، لئن كشف الله عز وجل عنه ذلك الضر لا يكونن من حاله كذا وكذا، لا يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى ولا يترك الطاعة ويبتعد تماما عن رفقاء السوء وعن نقول المخالفات والمعاصي. كل ده عزم على هذا الأمر نتيجة نقول الحدث الذي وقع فيه، ولكن لما ينجي ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنه ذلك الكرب. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسة، يبقى ده حال الإنسان. لذلك المعاينة غير الخبر كما قال يعني كما بينت الآيات، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فسألوا الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من ضمن هذه الدروس المستفادة الارتباط يكون بالمنهج لا يكون بالأشخاص، لأن الارتباط بالشخص ممكن أساسا يعني قد يحيد الإنسان عن سبيل ربه المستقيم لو حاد ذلك الشخص الذي ارتبط به، ولكن دايما الرابطة تكون بالمنهج. والتربية أساسا أن تكون الرابطة بالمنهج لا بالأشخاص، إن كان الشخص هو الذي يعني أرانا ذلك الطريق، ولكن أصلا إحنا بنرتبط بالمنهج، بنرتبط بالكتاب والسنة، وبالتالي بنرتبط ويكون قلب المؤمن معلق برب سبحانه وتعالى لا بغيره. ولذلك الله عز وجل ذكر في هذه القصة لما أذيع ذلك الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبالتالي نقول أن البعض ألقى السلاح ونقول على ذلك قعد، يبقى قعد عن القتال وألقى السلاح أصيب نقول بهزيمة نفسية. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى نقول على ذلك الارتباط لا يكون إلا بالمنهج. يبقى في التربية يبقى لابد أن نربط ذلك المتربي بالمنهج بالكتاب والسنة، لا ارتباط له بالأشخاص على الرغم أنه لم يتعرف على الكتاب والسنة إلا من خلال ذلك الشخص، ولكن لا تكون الرابطة بذلك الشخص بحيث لو انحرف ينحرفون ولو استقام استقاموا، لكن نرتبط دايما بالمنهج الارتباط دوما بالمنهج. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كذلك أيضا نقول الموت حتم لازم والكل في انتظاره، فلكن نقول ماذا بعد الموت؟ يبقى الموت ده حتم لازم والكل في انتظاره، فماذا بعد الموت؟ كما قال ربنا سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يبقى أصلا نقول الموت ده حتم لازم ولابد أن احنا نتعرض للموت، ولابد أن نقول كما قضى علينا ربنا سبحانه وتعالى يعني أن نموت إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى كل نفس ذائقة الموت، يبقى نقول يبقى حتم لازم حتم لازم، يبقى ده أمر يقيني داخل القلوب وجميعا في انتظار الموت. القضية كلها ماذا بعد الموت؟ فأساسا نقول المؤمن إن كان كراهية الموت نقول لأن الإنسان بطبعه بيحب الحياة حريص على الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده حتم لازم قضى الله عز وجل علينا بالموت ونحن جميعا في انتظار الموت متى يكون التنفيذ. فالقضية كلها ماذا بعد الموت، ما ينتظر ذلك العبد بعد الموت، نقول على حسب ما قدم في حياته حسب ما قدم في حياته. يبقى لابد من الاستعداد للموت، يبقى لو احنا كده على يقين من هذا الأمر وده أمر حتم لازم إنك ميت وإنهم ميتون وجعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى نقول
احنا جميعا في انتظار في انتظار. فالقضية اللي بنشغل بها الإنسان ماذا بعد الموت؟ نقول حسب ما قدم الإنسان، وبالتالي بتقدم يعني ما يؤهلك أن تكون من السعداء بعد الموت. قلنا لأن لحظة الموت اللحظة التي حيظهر فيها نتيجة أعمال الإنسان السابقة. كل فترة حياة هذا الإنسان حتظهر في هذه اللحظة عندما يأتي الملك لقبض روح هذا الإنسان، إما أنه حيأتي على صورة طيبة أو على الأخرى على حسب ما قدم هذا الإنسان في حياته، إما أنه هو ينادي على هذا الإنسان يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، وإما أن ينادي على يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث. يبقى نقول أدي منادات الملك، أدي منادات الملك، ملك الموت لما حيبقى يقول يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، أو تكون الأخرى يا أيتها النفس الخبيثة في البدن الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. يبقى نقول على ذلك يبقى ماذا بعد الموت؟ يبقى نقول الموت، احنا ان كنا حننتظر الموت ونحن على يقين من ذلك الامر، يبقى لابد ان احنا نتأهل ولابد من الاستعداد لهذا اللقاء الحتمي بيننا وبين ملك الموت. فالموت حتم لازم والكل في انتظاره، ولكن نقول ماذا بعد الموت. كذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى بين أن العباد ينقسمون بين فريقين، إما أن يكون طالب الدنيا وإما أن يكون من طلاب الآخرة. إما أن احنا نكون فعلا من طلاب الدنيا، احنا بنسعى إليها وكل الهمة مبذولة للدنيا، وإما أن نكون من طلاب الآخرة. وهذا ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه، لذلك حنجد دوما هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، دايما كده في موازنة بين الدنيا والآخرة. وبالتالي حتى نرجح هذه الكفة، لا سبيل الإنسان للنجاة إلا بترجيح كفة الآخرة على كفة الدنيا، على الرغم أن يعني الإنسان مجبول على حبه الشديد للدنيا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان مجبول كده مفطور على حب الدنيا. وكما أيضا بينا في هذه الآيات من خلال تلك الصورة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى نقول ده متاع وبنسعى إلى ذلك لأن ده متاع مرئي، متاع محسوس ملموس عاجل. فنقول الإنسان بطبعه كده مجبول على حب الدنيا وعلى حب المتاع والاستمتاع بالدنيا، ولكن المطلوب ان احنا اساسا نوجه الوجهة الى طلب الآخرة. يعني لما الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي، انه حياة حال أخروية، ده الأصل، يبقى هو ده الأصل، هي دي الحياة. لكن نقول هذه الحياة الدنيوية عبارة عن فترة محددة احنا حنحيا فيها عدد معين من السنوات، ثم بعد ذلك بننتقل الى الحياة الاخروية، دي حياة ابدية صرمدية لا انقطاع لها، فهي دي الحياة الاساسية. الحياة انا نقول على ذلك لا اضحي بالحياة الصرمدية مقابل استمتاعي في حياة دنيوية لفترة نقول وجيزة جدا مهما طالت، يعني كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يبقى وهي إلا ساعة كما قال وكما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هي ساعة متاع قليل، يبقى متاع قليل. يبقى على ذلك هل يا ترى من العاقل ممكن يضحي بالباقي الكثير ده مقابل نقول الفاني القليل؟ نقول هذا ليس بعاقل، ده يبقى سفيه. فإزاي ممكن نضحي أو أبيع الآخرة بعرض من الدنيا؟ نقول دي سفاهة. يبقى نقول سفاهة أساسا في التفكير وسفاهة في التفكير وسفاهة في التصرفات. يبقى إزاي إحنا همنا كله يصرف إلى طلب الآخرة، وإحنا أساسا لما نيجي نصرف الهم إلى الآخرة نقول الدنيا لا تفوت أبدا، ده أيضا تأتيك الدنيا وهي راغمة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء
لمن نريد. يعني حتى طلاب الدنيا اللي بيسعى لطلب الدنيا لن يعطى من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله عز وجل له. يبقى مش على حسب ما يتمنى وعلى حسب هواه، يبقى ده باع الآخرة بالدنيا، والدنيا مش هياخد منها إلا بما قدر له ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بيطلب الآخرة نقول حينال الدنيا، نقول حينال الدنيا ونقول ويعيش في سعادة غامرة في الدنيا. ليه نقول؟ لأن سعادة الدنيا لا تتحقق إلا بفعل الطاعات وترك المنكرات، هي دي السعادة الحقيقية. لكن لو هو أساسا الإنسان بيظن أن السعادة الدنيوية بيحصل عليها نتيجة المخالفات ونتيجة نقول ترك وإهماله للطاعات، نقول هذه ليست بسعادة، ولكن ده توهم أنها سعادة، زين له الشيطان ذلك الأمر. يعني أي سعادة يكون بعدها يكب على وجهه في النار، فين السعادة اللي في ذلك؟ فين السعادة؟ وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حياتي نقول بأطرف أهل الأرض، وبالتالي لما يغمس غمسة واحدة في النار ويسأل بعد ذلك يا ترى هل رأى نعيما قبل ذلك؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط. يعني نقول غمسة واحدة حتنسيه هذه الحياة، حياة نقول الطرف والمتاع التي كان يحياها في الدنيا، غمسة واحدة في النار. فنقول أي سعادة في هذه؟ أي متاع في ذلك؟ يبقى نقول العاقل الرشيد اللبيب يبقى بينظر، يبقى طلب الآخرة وأنا الدنيا لن تفوت، حتأتيني الدنيا وهي راغمة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى بين أن الناس ينقسمون بين هذين الأمرين، إما أن نكون من طلاب الدنيا وإما أن نكون من طلاب الآخرة. ومن يرث ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يرث ثواب الآخرة نؤتيه منها، وسنجزي الشاكرين. يبقى حسب نقول الوجهة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن وجهة الإنسان إما تكون مصروفة للدنيا إما أن تكون مصروفة للآخرة. وبالتالي يبقى إحنا نقيم الأمرين، يبقى إحنا طب وجهتنا تكون مصروفة لإيه؟ يبقى نبدأ نعمل عملية موازنة. قلنا زي ما الإنسان بيشتري كده مخير أن يشتري سلعة من سلعتين، يبقى حينظر كده، يبقى حنبدأ نقارن، وبالتالي لما أنا هيقع الاختيار يبقى يقع على أفضل السلعتين. يبقى بس الكلام ده هيكون بعد المقارنة. يبقى لو أنا مخير أن أنا أختار سلعة من سلعتين، يبقى هنختار كده مباشرة بطريقة عشوائية؟ أبدا، ولكن أنا هأدقق النظر. يبقى أنا ليا الاختيار أن أختار إحدى تين السلعتين، فأنا هدقق النظر هشوف المميزات والعيوب، وبالتالي هيحدث نوع من أنواع التفاضل. يبقى ده حال الإنسان في الدنيا. طب تعالى نفاضل كده بين الدنيا والآخرة، فاضل بين الدنيا والآخرة، نقول هنفاضل إزاي؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل ضرب لنا الأمثلة بالدنيا وبيّن لنا أيضا أمر الآخرة. نقول في العديد من الآيات فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وحنستمع هذه في سورة الكهف كده، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وده الخير أساسا، التسبيح خير من الدنيا وما فيها. نقول الإنسان بيسعى للمال، يسعى للأولاد، يسعى كده، كل ده متاع الدنيا، كل ده متاع الدنيا. لذلك احنا استمعنا إلى قول الله تعالى في هذا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة وعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. توجيهات، الآية دي بتوجهنا، الآية بتوجهنا ايه الصحبة اللي نختارها؟
ونقول هنمضي هذه الفترة الزمنية في الحياة الدنيا مع من، ونقول ازاي يكون نظر الانسان، وانك انت لا تنبهر بزينة الدنيا ولا بزخرفة الدنيا، ولكن نقول لذلك نقول ان الصحابة رضي الله عنهم عاشوا امر الاخرة، وكانت ابدانهم ما زالت على الدنيا، لكن عاشوا امر الاخرة فطلبوا الاخرة. فنقول لما نعمل تقييم او موازنة يبقى تختار اي الامرين، يبقى هنقول يبقى نختار الاخرة. وادي الحيثيات، يعني ليه بنختار الاخره؟ اقول لك ليه اخترت السلعه دي دون الاخرى، يبقى لابد ان احنا هنذكر الحيثيات. نقول حيثيات كثيره جدا، نقول لا مقارنه بين الامرين، يعني نقول ما فيش وجه للمقارنه، يبقى هذه السلعه لا نختلف عليها ابدا، لا نختلف، يبقى حتى مع المقارنه يبقى نقول هنجري مقارنه موازنه، يبقى هذه سلعه لا نختلف عليها ابدا ابدا. وبالتالي نقول ان الله تبارك وتعالى الذي خلق الدنيا والاخره يقول لنا والاخره خير وأبقى، يبقى أفضل وكذلك الأبقى. لو لم يكن إلا أنها أبقى من الدنيا لا نقول توجهنا إليها، لكن ده هي خير من الدنيا كمان، يعني خير من الدنيا. نقول إيه اللي شدك في الدنيا؟ متاع. طب انظر إلى الآخرة ومتاع الآخرة، شتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين. يبقى نقول الآخرة متاع، دي متاع، يبقى الدنيا متاع والآخرة فيها متاع، ولكن شتان بين الأمرين. يبقى لو هي الدنيا ومتاع الدنيا شدك نقول هذا المتاع هتجده في الآخرة، لكن شتان بين الأمرين. ده بالإضافة أن الدنيا زائلة والآخرة باقية دائمة سرمدية، يبقى نختار إيه؟ يبقى نقول من جميع الجهات يبقى لابد أن احنا نطلب الآخرة. ولكن نقول أن الناس ينقسمون إلى فريقين، إما أن يكونوا من طلاب الدنيا أو طلاب الآخرة. وبالتالي أنا بنتبه لنفسي، يا ترى بنظر إلى قلبي كده، هو أنا فعلا من طلاب الدنيا ولا من طلاب الآخرة؟ يبقى أنا بسعى كده، لابد أن احنا نضع الأمر في القلب يعني بصورة واضحة، وبناء على ذلك احنا بنسعى في تحقيق الوصول إلى ذلك المقرب. يبقى يا ترى احنا من طلاب الدنيا ولا من طلاب الآخرة؟ لازم الإنسان يسأل نفسه. ونقول احنا بين أمرين، من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة، احنا بنريد الآخرة ولا فعلا بنريد الدنيا؟ ممكن أنا أريد الآخرة بقول كده، لكن احنا بنتكلم على القلب موجود في إيه؟ يعني ممكن نقول والله احنا بنطلب الآخرة نفسنا نروح الجنة، ويعني ربنا سبحانه كده يعصمنا ان احنا نواقع النار، يعصمنا ان هو ان احنا نكون من اهل النار، ونتمنى ان احنا نكون من اهل الجنة، لكن يا ترى ده كلام قولي؟ احنا عايزين ننظر الى ما في القلب، هل فعلا الكلام ده انا ده في القلب واللسان عبر عن ذلك، ولا هو اللسان نقول في جهة وجانب والقلب في جانب اخر؟ ولذلك كما قال ربنا سبحانه ومن يرث ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. كذلك أيضا من الدروس المستفادة أن الذنوب والمعاصي والتقصير في الطاعات أهم عوامل الهزيمة وتسلط العدو. لذلك المطلوب الاستغفار والتوبة، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى نقول وما النصر إلا من عند الله، يبقى ما عند الله تبارك وتعالى لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعته. وبالتالي نقول من أكبر عوامل الهزيمة ومن أكبر عوامل تسليط الكفار أو العدو على المؤمنين هو فعل الذنوب والمعاصي والتقصير في الطاعات. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى دايما كده لما بنجد تسلط العدو علينا يبقى نقول اعرف لابد ان احنا نرجع الى انفسنا، نشوف بقى الخلل فين، في ذنوب، في معاصي، في مخالفات، في تقصير في فعل الطاعات. نقول لان العدو لن يسلط علينا الا بذلك، مش هيسلط علينا لان هو القوة المادية الحسية بتاعته اقوى مننا بكثير، نقول لا، ولكن ده بسبب الذنوب والمعاصي. كما بينا قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما تعبد العباد نقول بالاستعدادات
العسكرية على قدر الاستطاعة، يوعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى ما كانش لازم ان احنا هنمثل العدو من ناحية التجهيز العسكري، لكن ده اقصى ما عندنا، ده اقصى ما عندنا. وبالتالي لو احنا وزننا الامر قد يكون تباين كبير جدا بين التجهيزات العسكرية للمؤمنين والتجهيزات العسكرية للكفار. نقول كفة راجحة الكفار، بل في تباين كبير جدا، لكن نقول على ذلك يبقى النصر ما بيكونش عن طريق هذه الأسلحة المادية فحسب، ولكن نقول هناك السلاح الإيماني. لو كنا على أرقى درجات سلم العبودية والإيمان مع هذا الإعداد الذي هو في مقدور المؤمنين، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى هينصر هذه الطائفة المؤمنة على الكافرين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. كانوا نقول هذه العدد، هذه التجهيزات، هذه النفسية اللي هم خرجوا بيها، وبالتالي نقول ومع ذلك نصر الله عز وجل المؤمنين في بدر. يبقى الأسباب المادية كيف رجح الكفار، لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى جعل النصر حليفا للمسلمين. يبقى على ذلك نقول لما يسلط علينا الكفار يبقى اعرف ان ده بسبب خلل موجود عندنا، ذنوب، معاصي، مخالفات، تقصير في طاعات. يبقى على ذلك اعلم ان ده اهم عامل من خلاله بيسلط الكافر على المؤمن، ودي اهم عوامل الهزيمة. يبقى لما تقع الهزيمة في المسلمين يبقى لابد من العودة الى احوالهم، ينظرون كده ايه الذنوب اللي احنا عملناها، ايه المعاصي، ايه المخالفات، اين التقصير في تلك الطاعات. يبقى البحث كده والتفتيش، لان الله تبارك وتعالى كما قال وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. يبقى بالتوبه والاستغفار. يبقى كيف يكون العوده؟ بالتوبه والاستغفار الى الرب المعبود سبحانه وتعالى. يتوبون ويستغفرون ربهم سبحانه وتعالى، ويستجلبون ذلك النص من ربهم بالدعاء. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن احوال هؤلاء: وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. يبقى اقلع عن الذنوب والمعاصي، تابوا الى ربهم، انابوا الى ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى بياتي ذلك النص. يبقى كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينه واتبعتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. يبقى لغايه لما نرجع ونتمسك ونتشبث بذلك الدين. والكلام ده يبقى اهم عوامل الهزيمه، منها الذنوب والمعاصي والمخالفات. لا سبيل ان يتسلط العدو على المؤمنين الا من خلال ما يفعلون من ذنوب ومعاصي واثام ومخالفات، او اي يكونوا يقصرون في طاعه الله تبارك وتعالى. كذلك ايضا العمل لله بيتطلب التحمل وعدم التسليم لغير الله والصبر على الاحداث. يبقى العمل لله سبحانه وتعالى يتطلب التحمل وعدم التسليم لغير الله والصبر على الاحداث. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى ما نصابش ابدا بهزيمه نفسيه كما بينا في المساله السابقه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ده مقتضى وموجب الايمان، يبقى استعلاء الايمان. ونقول مع قسوة الأحداث فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يكون هناك يعني استكانة ولا هزيمة نفسية ولا إحباط. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كما بين: وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الكلام احنا بنراه لما تابوا وانابوا لربهم سبحانه وتعالى واقلعوا عما يفعلون من مخالفات، فعند ذلك اتاهم النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين.
يبقى لما تابوا أنابوا لربهم، يبقى نقول أقلع الإنسان عن المعصية والمخالفات والأثام وتابوا أناب إلى الله سبحانه وتعالى، لجأ إلى رب سبحانه وتعالى، اعتمد بكليته على رب سبحانه وتعالى، فيأتيه ذلك النصر، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. كذلك أيضا يعني نقول الدعاء، يعني الدعاء والذكر الدائم لله سبحانه وتعالى من أهم عوامل النصر، من أهم عوامل النصر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ده موطن فيه الدعاء وفيه التسبيح والتهليل والذكر الدائم لله سبحانه وتعالى. يبقى نقول الدعاء يعني من أهم أسلحة المؤمنين هو الدعاء، بس هذا الكلام بعدما يأخذون بالأسباب المشروعة. يبقى الدعاء كده كسلاح يعني حنعزله عن الأخذ بالأسباب، نقول لا، مطلوب أن احنا نأخذ بالأسباب، ثم احنا لا نعتمد ولا نلتفت لهذه الأسباب، ولكن القلب يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، والله عز وجل يستجيب دعاء المؤمنين إذا أخذوا بهذه الأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم احنا ناخذ بالأسباب، والدعاء ده من أهم عوامل النصر، من أهم عوامل النصر، لكن مع عدم الإهمال لباقي العناصر. يبقى لذلك كما قال ربنا سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون بها عدو الله عدوكم. يبقى احنا دي القوة المادية هنستعد بها على قدر الاستطاعة، لم نكلف بأكثر من ذلك، لكن نقول على ذلك حتى لو كانت الكفة الراجحة المؤمنين على الكافرين بالنسبة لهذا الإعداد، لكن إياك والالتفات إلى ذلك. نقول القلب لا يلتفت أبدا إلى أي سبب من الأسباب، دايما كده لابد أن تكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، معتمدا على ربك سبحانه وتعالى، ونعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الدروس المستفادة: لا تنصتوا إلى نصائح الكفار، أن خاصة عند لما تلحق الهزيمة بالمؤمنين، يبقى نقول على ذلك في نوع من أنواع الانكسار، فقد نستمع إلى نصائحك ونقول احذر أن تنصت إلى نصائح الكفار في ذلك الموضع، فقد استمع آدم لنصيحة الشيطان، كانت النتيجة إيه؟ يبقى انظر كده، ده عدو، يبقى هذا عدو، فإياك أن تظن أن هذا العدو حيقدم لك النصيحة النافعة، وحتى لو ظهر في صورة الناصح فهو ليس بناصح ولا أمين. ده الشيطان قال لآدم وقسمهما: إني لكم لمن الناصحين، لكن لهو ناصح ولهو أمين، فعلى ذلك أخرج الكلام وكأنه في صورة نصيحة. فكذلك عند أيضا الهزيمة يحدث نوع من أنواع الانكسار، فعند ذلك بيتأهل أنه يستمع ما يفد عليه من هذه النصائح. احذر أن الكفار لو نصحوا لا ينصحون المؤمن بما يعود عليه بالنفع أبدا، لذلك حذرنا الله عز وجل أن ننصت إلى نصائح الكفار، ونتذكر دوما أن كيف نصح الشيطان آدم، ولما استمع آدم عليه السلام نصيحة الشيطان إيه كانت النتيجة؟ كذلك أيضا لو استمعنا إلى نصيحة الكفار لهلكنا، كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. خلي بالك، يعني الكافر لن يأتي لك بنصيحة تنفعك أبدا، ولكن نقول يعني نصيحة الكافر تعود عليه هو بالنفع، نقول كما نصح الشيطان آدم، نتذكر لأن دول أولياء الشيطان، الكفار هم أولياء الشيطان، وبالتالي يحركهم: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تحركهم إلى الشر تحريكا. فننتبه، قلنا الآن في حالة الانكسار بيبقى حال ضعف كده، حال ضعف وبالتالي حال إحباط وهزيمة نفسية، فلما يقول يعني أنبئك إلى كذا أو كذا أو أنصحك كذا كذا، نقول انتبه، لا يأتي، نقول الشيطان لن يكون هو ناصح أمين، ولكن نقول ينصح لصالح، بينصح المسلم نصيحة نقول مهلكة، وكذلك أيضا نصيحة يرد بها إلى النار لو استمع
إلى خطاب الشيطان أو إلى نصائح الشيطان. كذلك نقول انتبه إياك أن تنصت إلى نصائح الكفار خاصة عند الانكسار. يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم هو خير الناصرين. الله تعالى هو مولى الذين آمنوا، يتولاهم سبحانه وتعالى في جميع أمورهم ويرعاهم ويحفظهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وده ان احنا لا نستنصر الا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الدروس المستفادة من ذلك المقطع إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.